ورجعنا ليكو تاني مع الفقرة التانية، فقرة ليلة التعصب الرياضي مع ملكات جمال ميس نايل. النهاردة طبعا كلنا منتظرين مباراة النادي الأهلي والزمالك اللي هتقام في استاد القاهرة الساعة 9 مساء، وإن شاء الله على خير سواء النادي الأهلي كسب أو النادي الزمالك كسب. ففي النهاية كأس مصر إحنا اللي الكأس إحنا اللي هناخده، مصر هي اللي هتفوز بيه، فإن شاء الله تكون مباراة حلوة. وسواء أهلي كسب أو مصر كسب أو زمالك كسبت، فمصر في النهاية هي الكسبان. بنرحب معانا بالإعلامي سامح عاطف رئيس مسابقة ميس نايل. أهلا اهلا مساء بحضرتك، الخير. نورنا. ازيك؟ انا مساء الخير. مساء الخير مستر اسلام، اهلا وسهلا بيكم. ونرحب بملكات جمال ميس نايل، أهلا بيكم. سهيل أنور متسابقة في ميس نايل. زينة عادل متسابقة في ميس نايل. ميري عبد الملاك متسابقة في ميس نايل. حنان أحمد متسابقة في ميس نايل. إسراء محي متسابقة في ميس نايل. أميرة علاء متسابقة في ميس نايل. ماريا ماركو متسابقة في ميس نايل. علا محمد متسابقة في ميس نايل. الاعلامي سامي عاطف اهلا بيك، نورتنا. اهلا وسهلا بيك. مبادره جميله جدا لا للتعصب، وجت في وقتها في ماتش الاهلي والزمالك، ودول قطبي الكره في مصر. وطبعا النهارده المنافسه ايا كانت، احنا في الاخر ايدي مصريه هي اللي هترفع البطوله وهي اللي هتحصل عليها. تمام. فحضرتك يا ريت تكلمنا عن فكره لا للتعصب، وازاي جت لكم الفكره دي، وازاي عرف الجمهور يعني. الاول طبعا انا برحب بيكم، اهلا وسهلا بيكم طبعا. والصحه والجمال كانت وشها حلو عليا في اول سيزون ميس نايل، الحمد لله ده تالت سيزون للبنات. طبعا دي نص المجموعه عندي، انا المجموعه عندي ما شاء الله عدوا دول تاني، كلهم على اعلى مستوى، ويعني تعليم دراسه، اهاليهم ناس محترمه جدا. ده في الجانب المعنوي بالنسبه للبنات. اما بالجانب المبادره، فانا طبعا كنت مستني نتيجة الزمالك بعد، لأنه كان بعد ماتش الأهلي، فقلت أنا في دماغي إن أنا أعمل المبادرة لو الأهلي والزمالك صعدوا للنهائي، لأن بطولة أفريقيا دي أول حدث وأول مرة في التاريخ تحصل في مصر. طب ما حضرتك تعمل المبادرة دي على طول عشان الأهلي والزمالك يوصل، أنا شايف حضرتك وش خير على الأهلي والزمالك. إحنا بص، إحنا بنوصل رسالة للعالم، مش في أفريقيا بس، يعني بطولة أفريقيا دي مش في أفريقيا بس بتفرج علينا. أنا قلت حتى في البرومو ان العالم كله بيشاهدنا. اكيد دلوقتي محمد صلاح بقى بوزيشن كويس لينا، بقى سفير لينا بره، كل العالم بيشوف لعيب كويس عايز ياخده قاعد احتراف، فاكيد كل العالم بيبص عليك. احنا لما رحنا الامارات المره اللي فاتت، هي دي بقى كانت نقطه التحول، النهائي لما اتلعب وحصل شد وجذب ما بين اللاعبين. فانا قلت لا، احنا نعمل مبادره، جبت البنات قلت لهم يلا نعمل ماتش كوره، وجبنا كابتن احمد طبعا الحكم الدولي، وقلت له احنا عايزين نعمل فكره ان احنا نجيب فاولات ونوقع البنات وهم يقوموا بعض وانذارات ومفيش مشكله. هم لابسين التيشيرتات بتاعت اهلي والزمالك. كان لابسين عشان الروح الرياضيه. الاهلي كان لابس زمالك في التصوير، والزمالك كان لابس اهلي. يعني النهارده احنا معانا مشجعين من البنات لابسين التيشيرت بتاع النادي الاهلي؟ لا، في التصوير كان الاهلي زمالك والزمالك اهلي. انما هم دلوقتي كل واحد بقى زملكاوي زملكاوي، الاهلاوي اهلاوي، بس هم اصحاب كلهم ما شاء الله. هم اصحاب يعني وحبايب. طيب، حابين نعرف ايه السبب او الدافع وراء هذه المبادره، مبادره ليله التعصب الرياضي؟ في الاول انا بعمل حاجه لمصر، دي كانت البدايه، يعني ان انا مش عايز تعصب. اصل انت اتغلبتي، طبعا نقعد نكسر ونشتم في بعض، وفي الاخر خلاص النتيجه خلصت واتحسمت للفريق اللي كسب. انما احنا لما بنعمل مبادره اتمنى ان المبادرات تنجح، بس احنا سوري شويه ما بننجحش المبادرات. وانا قلت ده في الكواليس، قلت يمكن المبادرات ما بتنجحش. سياده الوزير اشرف صبحي عمل المبادره بعد مننا، يعني انا كنت طرحت المبادره وهو قال بعدها ب 24 ساعه او 48 ساعه، ونزلت في احدى القنوات، وانا كلمت بصراحه استجابوا معايا بقى كل المواقع المصريه يوم السابع، وكل المواقع، وخدنا الحمد لله ترند في اليومين اللي اتذاعوا فيها، يمكن نزلوا خبر مرتين ورا بعض من كتر ما كان ترند. وطبعا استضافوني في المواقع بتاع الرياضيه، لا كوره ومصراوي وكل الكلام ده كله. بقول ان مصر موجوده ومصر ولاده بالافكار، بس احنا وفي نفس الوقت انا بنجح مسابقتي اللي هي ممكن تكون مش واخده حيز الاعلامي كويس. الحمد لله، يعني مسابقتي الحمد لله انا الوحيد اللي اشتغلت في 2020. عملت سيشن في كورونا، وعملت سيشن بالمسقط وكان عليه علم مصر، وتملي بجيب الافكار. يعني انا بحب اعمل التصوير بالافكار، ما بحبش اعمل تصوير وخلاص. يعني تملي تعملي حاجه تفيدي بيها الناس، مش يعني حاجه عاديه او تصوير عادي. اكيد طبعا.
طب في خطط معينة حضرتك حاططها لنشر هذه المبادرة؟ خطة حاليا دلوقتي اصل المبادرة دي الأرض الواقع يعني. المبادرة بدأت. اوكي. احنا ممكن كمان اسبوعين كاس مصر الاهلي والزمالك تاني. السوبر الاهلي والزمالك. فانت شغالة خلاص بقى اهلي وزمالك. فانت لما تعملي المبادرة الاولانية وخلاص. هو بس مش بس اهلي وزمالك، هو الرياضه عموما عامه يعني على مستوى الرياضه على مستوى بس السبورت بيبقى على الاهلي والزمالك شويه. فطبعا احنا بتبقى عنينا على الاهلي والزمالك مع احترام الكامل لكل الانديه الشعبيه اللي موجوده في الدوري الممتاز. تمام. طب دلوقتي حضرتك يعني ايه الرساله اللي انتوا عايزين توجهوها لقطبي الكره في مصر، وخصوصا ان الفرصه متاحه وملائمه في هذا التوقيت ان احنا نوجه رساله لهم ان لا للتعصب؟ اخد بال حضرتك ايه الرساله؟ الرساله مش محتاجه ان هي توصل، لان هي واصله بالفعل في غرفه الملابس. يعني هم اصحاب اصلا بره اللعب، هم اصحاب. هتلاقي الاهلي مع الزمالك اصلا، يعني الاهلاويه هم اصحابهم الزملكاويه. بنشوف ده في المعسكرات بتاعت منتخب مصر، بنشوفهم اصحاب. بس في الماتش بيبقى في 90 دقيقه عصبيه وفي شد وجذب. يعني احنا مثلا بنشوف طارق حامد بيبقى شويه عصبي، بنشوف عمرو سليه شويه عصبي، اللي هم بقى الناس اللي هم بيحبوا التيشيرت قوي. فبره الملعب هتلاقيهم صحابه واخواتي. يعني حتى شيكابالا جمهور الاهلي في جمهور كتير بيحب شيكابالا، يعني جمهور الاهلي بيتعاطف مع شيكابالا. وفي من الزمالك جمهور كتير بيتعاطف مع عبد الشافي لما اتكسر مثلا، وجمهور الاهلي تعاطف معاه بطريقه كويسه جدا، وده اللي عجبني. وانا بوصل رساله بقول انتوا بتلعبوا 90 دقيقه، كل واحد يعمل اللي عليه بصرف النظر عن انتمائي ايه انا ايه يعني. انما كل واحد لو عمل اللي عليه والتوفيق بتاع ربنا، يعني اللي هيكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك، ونكمل مش ما نقفش. يعني الكره طبعا غالب ومغلوب وروح رياضيه. واحنا بنشوف بنتفرج على الدوري الاوروبي خصوصا الدوري الانجليزي، وعندنا النجم الكبير الخلوق محمد صلاح اللي هو يعتبر زي ما حضرتك قلت سفير في اوروبا للكره المصريه وللمصريين بصفه عامه، وشايفين نجاحاته. وبنشوف ان المدربين الاثنين بالرغم من ان المباراه ايا كانت النتيجه في الاخر بيسلموا على بعض، واللعيبه بيسلموا على بعض وبيتبادلوا مفيش اي مشاكل خالص. فده بينعكس احنا في عنف في بين الجماهير الانجليزيه معروفه ان هي عنيفه، لكن الرياضيين نفسهم المفروض ده فاهمين كويس ان ده غالب ومغلوب وكذا. فايه الرساله اللي توجهوها للرياضيين بحيث ان هم يقللوا من حده التوتر بين الجماهير؟ حتى التوتر بين الجماهير انا بوجه رساله لوزير الشباب والرياضه ورئيس الجمهوريه، لازم يبقى فيه لايف كوتش في كل فريق، لازم يبقى العامل النفسي موجود، لازم دكتور يتكلم مع اللعيبه يوجههم. لو حد قال لك كلمه مستفزه عديها له، انما انت لو حد شتم التاني بيرد عليه. فما مفيش يعني، انا بوجه الرساله دي بقول لازم دكتور نفسي في كل فريق من الدوري المصري، لان احنا بنعاني معاناه تامه في الدوري. الكوره دي هي اللي بتفرح مصر. احنا شفنا كاس الامم لما بنشوف الناس بتتجمع في الكوره، يعني بتشوف اتنين ما يعرفوش بعض يتقابلوا في الاستاد بيبقوا اصحاب، بعد كده بياخدوا ارقام بعض، يكلموا بعض، يخشوا في روابط مع بعض، وده اللي احنا مفتقدينه شويه. طب يعني ان احنا طبعا في قرارات للسيد رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء عمل حظر اثناء يعني الكافيهات والكلام من ده، ان هم بس لغايه دلوقتي عشان التجمعات ما نزلش رسمي ما اتذاعش. يعني الحظر ده ما اتذاعش. طب الناس بتتناقل هذه الانباء، هل الكلام ده هيساعدكم في مبادرتكم ان الناس تبدا النهارده عشان ما فيش تجمعات؟ حضرتك عارف احنا لو في البيت هنتفرج الماتش مع بعض، يعني لو في البيت هنتفرج الماتش مع بعض. احنا طبعا بنلب كل اي قرار تاخده الدوله احنا معاه. زي ما قلت لحضرتك انا كنت بشتغل في كورونا في حظر التجوال، كنت باخد البنات صورهم الصبح، ووقت التايم بتاع حظر التجوال خلاص بنصور. بس طالما بتتبع تعليمات الدوله، والحمد لله ما كانش عندي ولا حاله في سيزون 2، وكنا بنتبع كل التعليمات والماسكات والجلات والحاجات دي عشان خاطر نتبع معلومات الدوله. طيب احنا عرفنا من خلال الحديث مع الميس نايل اللي هم موجودين مشرفينا دلوقتي ان هم بينزلوا الشارع وبيحضروا ماتشات لاهلي وزمالك، وهم لابسين تيشيرتات مختلفه بيقعدوا مع بعض عشان ينشروا فكره لا للتعصب. فاحنا عايزين نعرف هم بينفذوا القصه دي ازاي، وهل هم بيتعرضوا لمضايقات من احد الجماهير او غيره، وهل بتجيب نتيجه معاهم؟ واحنا ممكن نوجه لهم الاسئله بما انهم هم بينزلوا الشارع وبيتعاملوا مع بعض الجماهير.
السؤال ده هم اكتر سؤال يجاوب عليه، لان هم اول مره في اجماع على البرومو والسيشن اللي اتعمل، اول مره مصر تجتمع على حاجه حلوه. يعني احنا بنشوف اي حدث بينزل على اي موقع بتلاقي فيه شتايم، بتلاقي ناس معه، في ناس معه ضد. بالظبط. انما هم ما شاء الله كانت كل الكومنتات كانت حلوه في صالحهم. كانوا هم مبسوطين، مش عايزين يطلعوا من الملعب، يعني بيقول لك نعيد الماتش تاني يا مستر. هم بيحبوا بعض. احنا بنوجه يعني كل واحده من منطقه شكل، وكل واحده من محافظه. انا شفت على السوشيال ميديا فنانين كتير تبنوا الفكره بتاعت حضرتك. وعاملين فيديوهات للاد التعصب ومطربين مطربين وفنانين وشخصيات عامه كثيره. وده مجهود لحضرتك تشكر عليه بجد، ان حضرتك الحمد لله بهذه الوطنيه وبتخوض هذه القصه اللي برضو بتحتاج مجهود كبير وبتحتاج، وبعدين جايب برضو بنات. في انا قصدت ان انا اجيب البنات عشان الشباب تقليدي، انك بتجيب شباب يلعبوا كوره فده تقليدي، ما حدش هيبقى عليه سبورت عليهم. كنت عايز اسال حضرتك السؤال ده، ما مش بتفكر مثلا يبقى في شباب معاك مبادرات بعد كده؟ مبادره شباب لو انا عندي حدث غير مسابقتي. لو انا عايز اوجه رساله للبلد. انا من النوع اللي ما بخافش شويه، يعني طالما ماشي صح ما بخافش، طالما بوجه رساله تفيد البلد. واتمنى ان كل الناس تعمل ده، لان الناس بقت تخاف، الناس بقى تقول لك انا ماليش دعوه. ازاي مالكش دعوه؟ انت عضو في البلد دي، انت من البلد دي، انت ليك صوت زيك زي ما انت عايزني بس انزل انتخب اقول لا او الصوت مش في الانتخابات بس. هنستاذن حضرتك سامح بيه عاطف، معانا اتصال من الحكم الدولي احمد عدوي حبيبي. والمشاركات على فكره التليفون من الصبح شغال رن عشان الناس عايزه تعمل مداخلات معاكم. فاهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك شايف، وحضرتك حكم وكذا، وشايف اهل وزمالك جنب بعض اهوت، ومفيش فاولات ومفيش ضربات جزاء ومفيش حاجه. كابتن احمد كان حكم المباراه في البرومو. هو حكم المباراه في البرومو. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. ايه رايك في ما اثير في الحلقه، وفي وخاصه في مبادره لا للتعصب؟ ايه راي سعادتك؟ والله انا قلك من قريب من وقت الرياضه شويه، انا شفت ان اول واحد عمل مبادره لا للتعصب كانت صادره من مستر سامح عاطف، وبعد كده مش هنقول انهم اقتبسوها منهم، ممكن تبقى كانت الفكره موجوده لكن ما تمش اعلانها الا من خلال مستر سامح عاطف. وقلنا ان وزاره الشباب برضو عامله المبادره دي من خلال مراكز الشباب كلها، فالمبادره اتمنى ان الاهلي والزمالك يبقى في روح رياضيه ما بينهم بصفه عامه، وخصوصا ما يتم اطلاق على السوشيال ميديا من مناوشات ما بين المحبين لهنا وهنا. فاتمنى ان المباراه تنتهي على خير والمبادره محترمه. وانا بشكر مستر سامح عاطف، ان انا كان ليا برضه شرف الوجود والحضور وبينه وبين البنات بصراحه الشاطرين جدا جدا جدا، ان هم فعلا ساعدوا مستر سامح في اخراج البرومو بالشكل الجميل ده. احنا حضرتك احنا بنشكرك جدا على المداخلة الجميلة، الحكم الدولي احمد عدوي، وبنقول لك توجه كلمة ايه لجماهير الكرة المصرية في بعد المباراة وايا كانت النتيجة، سعادتك توجه لهم كلمة تقول لهم ايه؟ هو كده كده بعد انتهاء المباراة هيبقى في فرقة كسبانة وخسرانة، فاتمنى ان الفائز يعني ما يبالغش قوي في الفرحة، لان كان ممكن هو لحظة يبقى هو اللي مغلوب. أتمنى إن هو يفرح بطريقة معتدلة، والخسران يبقى يفهم إن دي كورة وفيها مكسب وخسارة، وفي الأول والآخر بالتوفيق للجميع، لأن أنا خلي بالك إحنا أصحابنا أهلاوية وأصحابنا زملكاوية وبيقعدوا مع بعض، فأعتقد يعني مش مفترض إن الكورة تبقى هي مجال إن الاثنين يخسروا بعض بسبب الكلام ده، وده كان هو العنصر الفعال والسبب الرئيسي في مبادرة مستر سامح لله للتعصب. وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. بنشكر حضرتك معالي الحكم احمد عدوي، واحنا دلوقتي حضراتكم بنقول ايا كان اللي هيكسب هذه البطوله فهو البطوله مصريه، ونقول كلنا مع بعض سواء اهلي او زمالك تحيا مصر وكده. والبنات دلوقتي بنطلب منكم دلوقتي المبادره اسمها ايه؟ ممكن تقولوا للجمهور كلكم جماعي. هم هيقولوا بقى الكلمه اللي هم معتدين عليها اللي قالوها في البرومو اصلا، ميس نايل لا للتعصب. طيب خلاص اتفضلوا يقولوا يلا. لا للتعصب ميس نايل.
في النهاية أحب أقول إن النادي الأهلي أو النادي الزمالك اتنين أندية بيعبروا عن جمهور كبير. الروح الرياضية والاحترام هو أساس اللعب وأساس النجاح. حابة أقول شجع الأهلي بس أقول مصر، شجع الزمالك بس أقول مصر. في النهاية مصر كاس، مصر الكاس إيد مصر هي اللي هترفعه. شرف وفخر لينا إحنا كمصريين إن إحنا اللي هنكسب في النهاية، بس حابين نظهر بصورة لائقة وجميلة قدام العالم كله ونقول إن دي مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وبنختتم هذه الفقرة الثانية الهامة جدا لا للتعصب. بنشكر الأستاذ سامح عاطف الإعلامي، وبنشكر ميس نايل جميعا، وبنشكركم على هذه المباراة. أنا اللي بشكر بناتي الأول، بشكرهم وبشكر كنت بناتي. كنتوا منورينا النهارده، شكرا ليك. بشكر بناتي وبشكركم، بشكر كل كرو الصحة وجمال القناة المحترمة اللي أنا برضو بقول إن هي كانت وشها حلو عليا في أول سيزون. بشكر حضرتك. حلو دايما ان شاء الله باذن الله. الاهلي والزمالك وصلوا لنهايه المبادره الجميله بتاعتك. ميرسي، ربنا اتمنى بس يكون الرساله بتاعتنا وصلت، ولسه في رسائل كتير ان شاء الله هنقدمها باذن في الله. واحنا معاك ان شاء الله في اللقاءات القادمه ان شاء الله. كان معانا تقرير يا اسلام عن اطلاق اول منظمه صحه عربيه على مستوى الوطن العربي والعالم، فممكن نروح للتقرير. واستنونا ان شاء الله في نهايه حلقتنا، استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الجمعه الساعه 4. أشوفكم على خير، شكرا لكم. المنظمة العربية أو الكيانات اللي بتعمل مع المنظمة العربية سواء منظمة العدل الدولية والاتحاد الدولي للدبلوماسية واتحاد الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إلا أن البلاد الثلاث كيانات البلاد كان بلاد عربي صديق وعربي يعني 100%، ليس له أي انتماءات دولية إلا لهذه المنطقة العربية. سيادة المستشار محمد كارم رئيس المنظومة العربية، كلمنا عن فعاليات مؤتمر إطلاق أول منظومة العربية. دي كانت فكرة من أكثر من 3 شهور وكانت إنتاج محاكاة، كنا عاملين ورشة عمل. ورشة عمل دي أنتجت 3 أفكار، إحنا قلنا إن إحنا متعد يعني إحنا اللي طلعنا 3 أفكار وقلنا إن إحنا على استعداد لتنفيذهم. بالفعل أنشأنا 3 منظمات في بريطانيا كمنظمة غير حكومية غير ذات ربح، وكانت المنظمة هدفها ان احنا نعيد امجاد الوطن العربي والحلم العربي. وشارك معنا ناس كتير جدا في التأسيس وقالوا ان احنا معاكم، منهم دكاترة ورجال اعمال. عايز حضرتك تكلمنا النهاردة عن رؤيتك للمؤتمر وانطلاق فعالية انشاء منظمة الصحة العربية. رد الفعل كان ايجابي جدا، والدليل على كده ان في بالفعل عضويات تمت الإشارة إليها في منظمة الصحة العربية. في عضويتين النهاردة كانوا أصروا أنهم يبقوا أعضاء في منظمة الصحة العربية معانا النهاردة إن شاء الله. إحنا أنشأنا منظمة الصحة العربية دي أستاذة نشوة عشان ربنا بإذن الله تعالى هنبقى أحسن من منظمة الصحة العالمية. اللي خلانا اتجهنا إن إحنا نأسس الثلاث كيانات دول، طبعا الفترة اللي إحنا مرينا فيها فترة كورونا الفترة الأخيرة دي، إحنا كنا تحت رحمة منظمة الصحة العالمية وكنا قاعدين منتظرين منهم ان هم يحنوا علينا باي معلومه، يحنوا علينا باي حاجه. احنا بننشئ بيت عربي للدول العربيه. لما تواصلت مع المستشار محمد كارم وحاولنا النص ازاي ان انا استخدم الخبرة اللي عندي من مجالي في الرياضة ومن مجالي كسفير السياحة في اليابان، قلت يعني عرفت المستشار ان انا تواصلت مع رئيس السيسي وتواصلت مع وزير السياحة وزير الرياضة من استغلال الرياضة في تنشيط السياحة. الفترة اللي فاتت الخلافات السياسية كانت اكتر اجلت ده، ولكن محتاجين اشخاص زي المستشار محمد كريم وزي السفير ابو الحسن يضيفوا او يعملوا مبادرات عشان تقدر الدول تسعى وراها وتديها دفع اكتر. والله المستشار محمد كريم لما كلمني في ان حابب فكره انطلاق 3 منظومات كبيره تضم العرب والشرق الاوسط ككل، والجميل ان هو قال ان هو بيضم فيها القاره الافريقيه او القاره السمراء. دي كانت قصه منظمه الصحه العربيه اللي كانت نتائج محاكاه مجلس الوحده الاقتصاديه، وانا بحيي تاني المجموعه اللي صدقتني في المحاكاه وهم على الغداء وبحييهم واتمنى ان تكونوا معايا. كتير من الناس اللي انتم شايفينهم لابسين لبس التاسيس. كلمة أخيرة من سيادة المستشار محمد كارم رئيس المنظومة العربية.
الكلمات الاخيره ان احنا داخلين على معركه كبيره، وان احنا محتاجين نبني، محتاجين نقف جنب الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي فيما يفعله في مصر، محتاجين نكون رواد حقيقيين، ومحتاجين نعود مره اخرى بنقود المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه لما هو اصلح في هذا العالم. وبكده تكون انتهت فعاليات المؤتمر النهارده، وهي انطلاقه جديده لمنظمه الصحه العربيه. كنت معكم نشوى العجوز على اقامه فعاليات المؤتمر النهارده، نشوفكم على خير.